كابتن احمد، انا حتى بين شوطين قلت ما فعله الصغار عجز عنه الكبار. صحيح. في مباراتين لم يستطع النادي الاهلي الاحراز ولا هدف في مباراه المقاولون ومباراه فاركو، اليوم احرز ثلاثيه، لماذا هذا التباين؟ طيب، لان احنا يمكن اتكلمنا قبل الماتش، قلنا ان في فوز بتتواجد لازم تمسك فيها كلاعب، وانا اعتقد النهارده ان مجموعه اللعيبه اللي اتكلم عليها كابتن وليد اللي هم دخلوا النهارده اثبتوا ان هم مستقبل للنادي الاهلي، وهي الماتشات اللي زي دي اللي تخلق شخصيات لعيبه. يعني زياد طايو احنا بنتكلم عليه، مش هنعتبر زياد طايو طبعا زي احمد سيد غريب وزي بقيه اللعيبه اللي دخلت، لان زياد احنا شايفينه من بدري، شايفين ان هو مستقبل النادي الاهلي، شايفين ان هو لعيب اضافه، لعيب بيصنع الفارق، وده لعيب مهم جدا. انا بالنسبه لي بقيس اللعيب بشخصيته، مش بقيس اللعيب ان هو فنيا كويس. ممكن لعيب على فكره يبقى فنيا كويس بس شخصيا ضعيف في الملعب، انما زياد طايو عنده صاحب قرار، عنده قرار هدف ان هو ياخد ويعدي ويخش في وسط الناس وان هو يلعبها في البعيده، ده قرار، ده يثبت لك ان اللعيب صاحب شخصيه، لعيب هداف ولعيب كمان صانع اهداف، وده جزئيه مهمه جدا، مع طبعا اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب. باقي الشباب اللي كانوا موجودين النهارده بيلعبوا بروح حلوه، النهارده بيلعبوا عايزين يثبتوا وجودهم، ودي جزئيه مهمه واللي اتكلم فيها الكابتن وليد، هضيف عليها تاني وهفضل طول ما احنا بنتكلم هنا هنقول يا جماعه مش لازم النهارده ان انا ابدا ازق لعيبه في وقت ما انا ببقى محتاج، لا، لازم اكون ده بالنسبه لي جزء استراتيجيه بالظبط، ان انا طول الوقت لازم يبقى عندي ناشئين، اطلع ناشئين زي ما ايام الكابتن وليد مجموعه كبيره طلعت، وزي ما ايام احنا كنا مجموعه كبيره بنطلع وبندخل، هو ده الجزئيه المهمه. ولما تيجي تدخل لعيبه، تدخل لعيبه في وقت يكون الفريق واقف على رجليه. يعني النهارده كان ممكن على فكره ان احنا ظلمنا اللعيبه دي كلها لو خلينا نقول ان الاتحاد ساعد النادي الاهلي بشكل كبير بسوء المستوى اللي هو بيظهر بيه. الاتحاد النهارده كان عنده فرصه كبيره ان هو يقدر يعدل الامور، انما كمان الاتحاد النهارده لا مهاجمين موجودين ولا نص ملعب موجود ولا مدافعين، اخطاء كارثيه في كل بطول الملعب بالكامل، فساعد النهارده بس الاهلي استغل فرصه. يعني حصل هذا الموضوع في المقاولين وفاركو والاهلي ما استغلش الفرصه مليون الميه، مليون الميه طبعا انا معاك، وبالعكس انا بحيي الولاد اللي موجودين الصغيرين اكتر كمان من اللعيبه الكبار، لان كمان الولاد دول هيدوا جايس انذار اللعيبه الكبيره ان اللي مش هيجتهد، لا، في لعيبه هتكون موجوده، وهي دي اللي بتخلق، هي دي اللي بتخلق فريق قوي. يمكن احنا شفنا النهارده كلنا بنشيد مثلا بفريق ان هو دخل لعيبه كتير صغيرين في نادي الزمالك، نفس الحكايه النادي الاهلي عنده كمان لعيبه كويسه وعنده لعيبه جيده، وقال الكابتن وليد وانا دايما بقول بكده يا جماعه، بدل ما نجيب لعيبه بارقام كبيره، لو عندنا لعيبه نفس المستوى، بل بالعكس ده ابن النادي بتاعي وده لعيب طالع متعود على شخصية النادي الأهلي، بلاش، وده لعيب بالظبط مش دافع فيه كمان فلوس، وده مستقبل كمان ممكن بعد كده تسويقيا بالنسبة لي، ده أفضل تسويقيا بالنسبة لي. صحيح. فكل دي أمور لازم نبدأ نفكر فيها، القصة مش قصة ملعب فقط لغيره بس، قصة تم زي ما قال وليد استراتيجية، إن أنا عندي النهاردة شايف خامات طيبة، أبدأ أدخل الخامات الطيبة دي، وأبدأ إن أنا حتى اللي إحنا بنطلع مثلا بنقول إن لو النادي الأهلي عنده لعيبة كويسة يطلعها سنة أو اتنين واللعيب ده يرجع لك بعد كده واقف على رجليه بشكل كويس. محمد عبد المنعم النهارده لما جاب الكروس والنادي الاهلي رجعه تاني، ما راح سموحه وراح استوى ورجع تاني، النهارده طالما عندي لعيبه كويسه ابدا اديها فرصه. واحد زي احمد سيد غريب النهارده، وانا عندي نقص في المهاجمين بالنسبه للنادي الاهلي، محمد شريف وحسام حسن، عندنا في مهاجمين تاني في النادي الاهلي مش موجود، النهارده لما ينضاف ليهم واحد زي احمد سيد غريب وعنده 20 سنه لسه وبياخد دفعه معنويه بالشكل ده، انا اعتقد ان كل دي مميزات وكل دي ايجابيات، بس مش وانا مضطر اعمل كده، لا، دي تبقى الاستراتيجيه بتاعتي. صحيح.